تشيزا تشيزا كانوا كيقولوا لي ولاد الدرب، كانوا كيسول كيعيطوا لي تشيزا مع كان عندي واحد الكابوش مكتوبه فيها تشيزا. راه كانوا الدراري قدام في الهيب هوب راه كيعرفوا لا مارك تشيزا. وابخي عجبتني حيت ملي قلبت على الكونسيبت ديالها شنو سميه شنو كتعني عجبتني هي ديس اي سو اوسم، فهمتيني ديس اي سو اوسم. و صافي جي بري لو برينوم ديال تشيزا عجبني. تطواج كنت كنبغي من الصغر، انا الاج دو 15 اون كان عندي واحد الدري صاحبي اللي كنعطيه لو سالو من هنا كابا، وكنا كان مره نديرو شي لعيبه شي حاجه صغيره تويشي صغار بحال هادو اللي في اليد ديالو من الاولين باش بديت. وصافي من بعد ولا داك الشيء هواس وبديت كنوشم لعيبات، عندي شي لعيبات في الكور ديالي، عندي شي فوجي كشوف عندي ديال ايوا صافي. و كي ريفليتي داك الشيء لا بيرسوناليتي ديالي وكي ريفليتي شحال من حاجه لا ديفيرونس ديالي. هو نورمال دون شاك ديبار كتاخذ واحد لو ريسك فهمتيني باش كتكري لا ديفيرونس. وحنا هذا هو لا باز ديال الارتيست، سي اون بيرسون كي كري لا ديفيرونس فهمتيني. دونك هذا هو اللي كاين، انا كنحاول نكري لا ديفيرونس. ومزيان الناس يعرفوا بان كاينين دراري اللي واشمين وكذا ما كيديروش الاجرام وكيمتارسوا زعما الفن وكيديروا الفن فهمتيني. وكنغفليتي واحد ليما زوينه بوزيتيف على الناس اللي واشمين، حيت كيف ما كتعرفيني انتيا وكيعرفوني كاع البوبليك كيعرفوني بانني محبوب عند الناس وعزيز على بزاف ديال الناس، وهذا حاجه زوينه اللي كتشرفني. انا واحد فيهم هذا باتمان، هذا ديال اللوغو ديال باتمان. هذا كنت شمشو حيت انا كنسهر بالليل وكنخدم الاغلبيه ديال الوقت كنكون في الاستوديو بالليل، كنكون خدام وكنبقى خدام بالليل صافي. وهذا الاخر بروكن 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 ستار، هذا كيعني فهمتيني ان ارتيست كي لو كور بريزي كي ان باسي كي مال ولا شي حاجه بحال هكا فهمتيني. بيان سور اي واحد كيتخصص في الباسي ديالو، ولكن وات دازن كيل يو ميك يو سترونجر فهمتيني. اي حاجه ما كتقتلكش كتخليك تكون قوي. يعني حنا كلنا دوزنا دي باسي صعيب، ولكن كنتقاتلوا على ود لو فيوتور وهذا هو اللي كاين. لا ماشي ضروري يكون لامور ديال لا فام فهمتيني، كيقدر يكون لامور دي بارون، كيقدر يكون لامور دو لا سوسيتي، يقدر يكون ان امور دان سول كوتي فهمتيني. تكون كتبغي لا سوسيتي من جهه وحده ولا سوسيتي ما كتبغيكش، ولا كيكون عاوتاني لامور دي بارون. واخا انا لي بارون ديالي بور لو مومون انا بخير معاهم فهمتيني، مي او ديبار كانوا شويه ديال لي كونفلي معاهم، كانوا ما كانش داكشي كيفاش نشرح لك، ما كانش داكشي كيف ما دابا فهمتيني. كانوا بزاف ديال لي كونفلي وماشي بسبب التطوير، بسبب بزاف ديال الحوايج فهمتيني. لونفونس انا كنت شويه قبيح، اغاني ديالي مره كنعالج بهم مشاكل اجتماعيه، المهم كنحاول نوصل واحد لو سونتيمون وماشي ديما غيكون داك المود حزين فهمتيني. واحد شويه نصدمكم شي شويه بداك الشيء ديال فليكس شويه ديال الهيب هوب ريل هيب هوب. مي بور لو مومون او ديبار درت واحد الاغنيه حزينه اللي هي تالف، وهاد الاغنيه هادي كتغوبريزونتي واحد الفئه ديال البوبليك اللي عانات، ماشي البوبليك واحد الفئه ديال لي زارتيست اللي عانوا بزاف من انهم الضغوطات ديال الفن، حيت الفن كيمارس لنا واحد الضغط كبير بانك كتقدر تفقد الناس اللي قرابين ليك، كتفقد كذا، حيت خصك تركز على الكارير ديالك باش توصل، وعاد ديك الساعه تشوف ناس اخرين وتلاقى مع ناس اخرين وعاد دير العلاقات ديالك فهمتيني. انا حاولت نوصل هذا الميساج، نترانسمي هذا الميساج ديال لي زارتيست. والحمد لله انا لا باز فهادشي كامل، انا دخل بنادم اليوتيوب غير لقى بان لا بليبار ديال لي فيو اللي كاينين تما راه لا بليبار ديالهم غير دي زارتيست، ماشي زعما بنادم بوبليك، حيت بوبليك باقي ما كيعرفنيش مزيان. خرجاش اوديو ديجا، خرجاش اوديو كاين في يوتيوب، ايكتبوا تشيزا تالف تي اي اس ا تالف، والكليب ان شاء الله راه خدام عليه اقرب وقت. انا مكراش انا من غدا نلوح لكم الكليب ويتعرف عليه البوبليك، حيت الكليب هو اللي كيبين الارتيست، حيت لا فوا الاوديو ما كتبينش ليماج ديال الارتيست ولا ما كتعكسش لا بيرسوناليتي ديال الارتيست كوم ان كليب فهمتيني، كيخليك تكون قريب اكثر من البوبليك ديالك. ماشي ما كنكلاشيش حيت انا ما دق عليا حتى شي واحد وما هضر معايا حتى شي واحد فهمتيني، والكلاش راه داخل في الكولتور هيب هوب راب لعيباش، ولا جابش الوقت علاش لا، كان شي بيف اللي نقي ويكون كوتي يكون في الموسيقى فهمتيني، ما يكونش داك التبريش ديال لي ستوري وداك التخربيق، يكون كوتي موسيقى، كيجيب داك شي واحد كيدق عليك في الموسيقى كتجاوبو في الموسيقى. و بور لو مومون انا مع فهمتي مع المناجر ديالي ما كاينش هاد البلان ديال الكلاشات، حيت هو كيركز لي على جوسكي ارتستيك
كيخليني نبان كبير في ليماج من بانش صغير فهمتيني، حيت كلاشات كيصغروا شويه من الارتيست كيولي بان محدود بانه فهمتي عزيز عليه صداعات ولا فيه مشاكل، وانا ما بغيتش تبان عليا ديماج فهمتيني، بغيت تبان لي واحد ليماج اللي زوين انني كنخدم الموسيقى ديالي ترونكيلمون وقريب للبوبليك وعادي. وتحيه بغيت نقولها لطوطو اللي من الدراري الاولين اللي تاقوا فيا وخدموا معايا شحال من مره وحاولوا بينوني حتى هما البوبليك. كنت طلعت معاه في واحد المره في البلوك ديس، كانوا شي بلانات بحال هكا فهمتيني، كنت كنرافقو بزاف ديال البلانات ديالو، وتوحش هذاك لومبيونس ديال لا سين، حيت انا كنت معول هاد العامدا نضرب لي سين ديالي نوجد الالبوم ديالي ونضرب لي سين. منين تعطل مع شي ديال الكورونا راه لا الشورى دريك براسو اجل الالبوم ديالو، وانا كنهضر طه اللي طوطو كنهضروا على انه لا اجل الالبوم ديالو ولا شي حاجه، حيت نورمال تخرج البوم في هذا الوقت راه سي اون شوت بور تو، راه دريك اجل الالبوم ديالو شي العام الجاي. يعني انا حتى هادشي اللي درت حاولت نخرج ان سينجل ونخدم ليه ان كليب يعرفني البوبليك ونخلي الالبوم حتى من بعد. بيان سور بزاف ديال الضغط، بزاف ديال لا ديبرسيون، بزاف ديال لانكزيتي، بزاف ديال هذا، سورتو ملي كتكون نتايا واحد الانسان بيرسوناليتي بوبليك اللي كيعرفوك بزاف ديال الناس، كتخرج بزاف كتلاقى مع بزاف ديال الناس لعيباش، حتى كتلقى راسك بوحدك في الدار سادين عليك ما كاينش شي حاجه اخرى، صافي كتقول في دماغك واش غنبقاو ديما بحال هكا، وكتبدا تحتاج الاخر حيت الانسان هو واحد الانسان اجتماعي فهمتيني، كيحتاج الاخر واخا كيبين لك بانه ما محتاجش البنادم وداكشي، ولكن هو او فون دو لوي كيحتاج الاخر، ما يقدرش يعيش في جزيره بوحدو، وهادشي اللي كاين. وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى انه يهز علينا هاد الوباء ونرجعوا للحياه العاديه ديالنا ونرجعوا للفيستيفالات ونتقربوا من البوبليك مازال كثر. انا ما نتلقاش الاشاعات من لي فونس، لا بليبار دي طون كنتلقى مع بنادم في الدومين فهمتيني. دابا حنا عندنا الدومين شويه خايب هذا ديال الموسيقى، سورتو الراب كولتور هيب هوب، ما عندناش ديك المساعده ما بين لي زارتيست بزاف، لا بليبار ديال لي زارتيست كيهرسوا لك ليماج ديالك باش يركبوا مع الفايب ديال شي حوايج فهمتيني، كيخليك انت كيبين لك ليماج ديالك خايبه باش يخدموا معاه هو واش فهمتيني، ولا يختاروا هو ولا يديروا هو، ولا بليبار ما كيمدش لك هذيك اليد فهمتيني، ما كيعاونكش. ولكن الحمد لله فهمتيني كاينين ناس كيبغيونا وكيعيطوا لينا فيما كتكون شي حاجه، وهادشي اللي كاين. و شكرا بزاف شوف تي في تاع همايا اللي عيطوا لي اليوم، وانا فريمون صراحه كتعجبني انا شوف تي في فهمتيني، ماكراش زعما يكون ان كونسيبت بحال هكا ديال لي زارتيست اللي يكون هذا الكونسيبت هذا زوين فهمتيني، انفيتي ان ارتيست تهضر معاه وكذا وتاخذ منه لي زانفورماسيون. كاينه في لاشين ديال يوتيوب تيزا اوريجينال، واللي بغى يبقى اون كونتاكت معايا ولا مع المناجر ديالي راه كيدخل عندي الانستغرام راه بروفيسيونيل تيزا اوريجينال، راه انستغرام بروفيسيونيل يعني بنادم فهمتيني يدخل و يكونتاكتي تماك راه غيجاوبو من المناجر ديالي. كنبغيهم بزاف و جيسبيغ ان انا ملي كندير اغنيه ديبريسي ولا شي حاجه بحال هكا راه كنحاول نحيد لك واحد لا نيجاتيفيتي باش واحد الوقيته عاوتاني تلقى لو بونور فهمتيني، ونعيش معاك هذاك تلقى شي واحد اللي حداك فهمتيني كيفهمك في لو مومون دو ديبرسيون ديالك، ماشي كنحاول ديبريسي انسان اللي متفائل ولا اللي فرحان فهمتيني، وهذا هو اللي كاين. وان شاء الله يكونوا شي اغاني اللي ما يكونوش ديبريسي لعيبات فهمتيني، يكونوا شي حاجه اللي عاوتاني مود جديد.